اللي قالوا بس المسيح، نقول للناس اللي قالوا المسيح، نقول للناس اللي عملوا المسيح. اليومين دول مش عارف اقول لكم قد ايه، مع بدايه السنه ديت حسيت بدعوه مره تانية، ربنا بيدعيني لحاجه تانيه غير حاجات كتير قبل كده قال لي عليها. حسيت في قلبي ان ده الوقت اللي انا عايز اقضيه الوقت اللي جاي ده. وسامحوني مره تانيه ان ناس كتير بتبقى عايزه مني الحاجات التانيه ديت، ومعلش انا يعني سامحوني، انا عايز التزم، انا عايز اكرس حياتي للصلاه وخدمه الكلمه، والباقي ده انتخبوا لانفسكم. عندنا ناس كتير قوي يقوم بالحاجات التانيه، لكن اللي انا شايفه الوقت دوت ربنا قال لي لف لف، روح يا سامح، روح روح في كل حته، دوس ارض مصر، دوس، روح 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 روح، ونادي بالكلمه وهتشوف ثمر غير عادي. وده اللي حصل معايا، وده اللي حصل معايا امبارح. لسه كنت في كفر علو، قبلها بيومين كنت في الفجاله، قبلها مش عارف كنت فين، قبلها فين، قبلها فين. فانا في حاله دوران من السفر، لكن في كل حته بروح، ده اللي بقوله دلوقتي، وبقدم المسيح، بقدم المسيح، المسيح الحقيقي الحلو الجميل المخلص المعلم، المسيح الذي يغير الحياة، المسيح الذي ينير العيون، المسيح الذي يخلق خليقة جديدة والأشياء العتيقة تمضي والكل يصير جديدا. والنتائج اللي بشوفها لا يصدق عقل. أنا بقول للناس دايما أنتوا مش فاهميني، أنتوا واقفين زيادة، أقعدوا 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 يا جماعة أقعدوا، أنت مش فاهم. وأقول تاني الناس تقف، يا عمي أنت مش فاهمني، أنا مش قادر أصدق اللي أنا بشوفه هنيا. بس دي الحقيقة، الحقيقة أن الأرض ابيضت للحصاد، الحقيقة أن هناك حصاد عظيم، الحقيقة أن الناس عايزة، أن الناس محتاجة، أن الناس عطشانة، أن الناس بتموت من الجوع وعندنا خبز الحياة، أن الناس بتموت من العطش وعندنا الماء الحي. لو ادينا أقول لهم هياكلوا ويشربوا هيعيشوا، هيعيشوا. الدعوة التي أدعوكم فيها هذا الصباح، والتي أدعو فيها كل الكنيسة التي تسمعني عبر المحطات الفضائية، دعونا نعود ككنيسة مرة تانية. يبقى التركيز بتاعنا ملكوت الله، ملكوت الله، أن يكون مرة تانية التركيز بتاعنا إعلان مجد الله، أن التركيز بتاعنا أن الناس اللي احنا عايشين وسطهم ينالوا الحياة الأبدية، يعرفوه ويختبروه ويذوقوا ما أروعه وما أجمله. والطريق لكده الصلاة وخدمة الكلمة، الصلاة وخدمة الكلمة، أن نعرفها، أن نحياها، أن نقدمها للناس. بعبارة أخرى قلتها كتير قبل كده، أرجع أعيد على مسامحكم، حاجة بسيطة قوي، حد صغ قال مسؤوليتي ومسؤوليتك أن أكلم الله عن الناس، أكلم الله عن الناس، أن أكلم الله عن الناس فيزورهم هو ويعلن نفسه ليهم، وأن أكلم الناس عن الله، وأن أكلم الناس عن الله بالإله الحقيقي، وأكلم الناس عن الله، وأكلم الناس عن يسوع المسيح الكلمة الحية خبز الحياة. فأكلم الله عن الناس وأكلم الناس عن رب. بس صعبة، بس في النص أنا أعيشها، أنا أحياها، أنا أكونها، أنا أجسدها. فأنا واقف أمام ربنا، واقف قلبي زي قلبه، ببكي معاه عن الناس الضيعة، وانا بكلم الناس قلبي زي قلب ربنا، بقول لهم بيحبوكوا 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 بيحبوكوا، ايوه بيحبوكوا وعايزكوا، ويقدر يرد سبيك ويردك ويصلح الافات ويبتدي من جديد. احنا مشغولين بحاجات تانية كتير قوي،
حياتنا مليانة زحمة، في النص بنفتكر نصلي من أجل ملكوت الله، وفي النص بنفتكر أحياناً نكلم الناس. الكنيسة الأولى كرست نفسها، كرست نفسها أن تصلي وأن تخدم الكلمة. ما ضيعتش وقتها في أي حاجة تانية، فغيرت العالم، ففتنت المسكونة، فغيرت وجه الأرض. واللي هنعمله لو عملناه نفس اللي عملوه هنشوف ده بيحصل مرة تانية وسطينا.